من هالأجواء المميزة نقول الله يمسيكم بالخير والرضا والمحبة من مهرجان الظفر البحري في موسمه 13 عبر قناتكم بينونة وعبر برنامج مجلس المغيرة، حيث يأتي هذا المهرجان برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وأيضا نادي أبوظبي للرياضات البحرية. مثل ما عودناكم دائما مشاهدينا الكرام من خلال برنامج مجلس المغيرة، ضيوف مميزين، أسماء مميزة، ناس حاضرة ومحبين لهذا الإرث التراثي الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة. بداية في أولى فقرات البرنامج نرحب بالشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الله يمسيك بالخير يا أبو حمدان. حياك الله أخي عبد الله، مساء الخير. يا مرحبا بك ومساء. الله يرحب بك على فضله. نورت مجلس المغيرة. مشكورين على الاستضافة. العفو، طويل العمر وجود. وشكرا على تلبيتك الدعوة. حاضرين أي وقت. الله يعزك. بداية الشيخ أحمد، أنت من الأشخاص اللي حاضروا هذا المهرجان من موسمه الأول. نعم. إلى الموسم 13، خبرنا عن مهرجان الظفر البحري بداية. ما شاء الله، يعني من بدايته تبارك هذا المهرجان بالشيخ حمدان الله يطول في عمره بدعمه لا متناهي لهذا المهرجان، وبدأ يكبر شوي شوي من النسخة الأولى إلى هذه النسخة. السنة نسخته غير طبعا مميزة. نعم. في شاطئ المغيرة. نعم. كنا نتكلم عن هذا الشاطئ. صحيح. طول العمر شو الطابع؟ نعم. اللي أعطاكم إياه؟ أول شيء نبارك لأهل المرفا وأهل الظفرة بافتتاح شاطئ مغيرة، شاطئ مميز، وباختيارهم هذا المكان لإقامة المهرجان. نعم. السوق الشعبي، حتى مدى هذا الشاطئ خلنا نقول يعني يخليه عندك الأريحية أنك تتمشى في أروقة المهرجان بشكل عام وبأريحية. كان قبل في شاطئ المرفا كان أضيق شوي. صحيح. اليوم في متنفس ما شاء الله. نعم. نعم. كمساحات واسعة جدا، الناس مرتاحين في الحركة في السير، ولا زال في مجال في مساحة بعد أطول كيلو زيادة. نعم. لأي مناسبات مستقبلية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أيضا أبو حمدان، من الرياضات المهمة اللي خلنا نقول الأكبر والأضخم. نعم. رياضة الكايت سيرف اللي أنت أحد أبطالها هذه الرياضة، لا تخبرنا عن هذه الرياضة في مهرجان الظفر البحري. والله رياضة الكايت هي بدت مع المهرجان ونحن واقفين معاها، وزادت وتنوعت. قبل كانت كان سباق واحد، صنف واحد اللي هو سباق السرعة. الحين صار سباق الفري ستايل، سباق الهيدروفويل، وزادت الأعداد. قبل كانوا 10، الحين وصلوا 40 و50 و60. ما شاء الله. أبو حمدان، أيضا تعتبر أو هذه الرياضة أكبر دعم لها في مهرجان الظفرة. نعم، مهرجان الظفرة هو يعني مصنف في الخليج كله وفي العالم من أغلى الجوائز، مش بس للكايت سيرف، لجميع الرياضات البحرية. نعم. أيضا في رياضات إضافية في الكايت سيرف، سمعنا أن بتنطلق إن شاء الله في مهرجان. نعم. الظفرة. نعم، سوينا سباق تجريبي للشراع البحري، الجناح البحري. هذه رياضة جديدة وهذا أول انطلاقة لها في هذا المهرجان. يعني بتكون من أول الرياضات هنا إن شاء الله. نعم، وكان ناجح. مهرجان الظفرة ما شاء الله تبارك الله بدعم من القيادة الرشيدة ومن سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد، كل سنة نشوف في تطور. هذه الرياضة طويل العمر اللي هي الفري ستايل، هذا السباق، وهذا هو الجناح البحري. هذا الجناح البحري. ايه، هذا ما فيه خيوط ولا فيه حبال، وهذا كان سباق بس ما في حبل، يعني بس تقبض. ايه، الجناح. هذه رياضة جديدة تقريبا نزلت 2019 بداية كورونا، فشغلتنا وشغلت العالم ما شاء الله، وتدربوا عليها، والحين قمنا السباق الحمد لله.
وسمعت ان في سباق ايضا بتطلعون من الجزر كتجربه الى شاطئ المغيره. ان شاء الله. نعم. هل تغير الشاطئ لكم كان مناسب؟ جدا جدا، الكل يشكر فيه. هذا الحين مصنف من احسن الشواطئ للكايت سيرف على مستوى الامارات كلها. نعم. يعني اضاف لكم الكثير اريحيه. نعم. نعم. بس صراحه انا عن نفسي شاطئ المغيرة حتى للجمهور أفضل. صحيح. يستمتعون يشوفون الكل. يعني الفري ستايل اليوم. نعم. شفنا أبداع من الشباب صراحة. نعم. نعم. وشفنا تميز أيضا هذه الرياضة في مهرجان الظفرة البحري. طويل العمر أيضا سباقات البحرية التراثية، خلنا نتكلم عن سباقات المحامل ومثله، هذه من الأشياء التراثية اللي وصانا زايد رحمة الله عليه مؤسس هذه الدار، شو تقولنا عن هذه الرياضات؟ الله يرحم الشيخ زايد ويرحم أموات المسلمين. آمين يا رب. رياضة الشراع ورياضة الكايت هي رياضات بحرية موروثة علينا من الأجداد، ونحن كملناها بشكلها الجديد، ولكن حافظنا على الرياضات التراثية بعد. والشيخ حمدان الله يطول في عمره حط أكبر جوائز لهذه الرياضة وحافظ عليها وعلى استمراريتها لجيلنا والأجيال القادمة. نعم. الله يعطيها طولة العمر يا رب. آمين. العالمين، ويوفق إن شاء الله جميع من شارك في هذا المهرجان. أبو حمدان نحن لعبنا بك شوي الهوى اليوم والدنيا. عادي عادي. شكرا على تلبيتك الدعوة وشكرا الله. على وصلتك. كلمة أخيرة حابة توجهها للناس اللي يفكرون أنهم يشاركون في هذه الرياضات. أنا أقول يا حظه اللي عنده رياضة يشغل وقته، بتفيده جسديا وذهنيا، وبتقربه من الناس، تعرف على ناس، والدولة موفرت لنا كل السبل، النوادي موجودة، الشواطئ موجودة، كل شيء موجود. اللهم لك الحمد. فاستغلوا هذه الفرصة. لا تفوتونها. استغلوها. طبعا أبو حمدان اليوم لابس جاكيت، أنتم مستقربين ترى. نعم. الجو بارد من جدا. من يصدق أن الجو بارد؟ والله شهر أربعة علينا. فاللي ما زار مهرجان الظفرة البحري نقول مرحبا بك ومسهلا في شاطئ المغيرة في مدينة المرفى في هذه الأجواء الاستثنائية. غدا إن شاء الله عندهم يعني شو كبير إن شاء الله بتشوفونه على قناتكم بينونة إن شاء الله. الله. شكرا لك طويل العمر على تلبيتك الدعوة وعلى الوصل. شكرا عبد الله. شكرا لقناتكم. الله يطول. طبعا مشاهدينا الكرام نحن متواصلين معاكم في تغطيتنا لمهرجان الظفرة البحري، ابقوا معنا بلقطات عامة ونرجع مع ضيوفنا في الفقرة الثانية، خلوكم معنا.
متواصلين معاكم أكيد مشاهدينا الكرام في هذا النقل الحي والمباشر من مهرجان الظفرة البحري في موسمه 13/20/22. أجواء جدا مميزة، لو إن في هواء لكن نسمع عليلة. اللهم لك الحمد، شكرا للقيادة على الدعم على هذه المهرجانات للحفاظ على الموروث، موروث الآباء والأجداد. طبعا في الفقرة الثانية الشعر جزء لا يتجزأ من التراث، الشعر حاضر في كل مفردات التراث، في كل مفردات الثقافة التي متواجدة هنا في هذا المهرجان. نرحب بضيفنا الثاني في الفقرة الثانية، يعقوب بو حمد، الشاعر المميز ومن أهالي المنطقة ومن أهالي أيضا الشباب المهتمين في هذا الموروث، موروث الآباء والأجداد، ومن المشاركين أيضا. نرحب بك يا بو حمد ومرحبا ومسهلا. الله يرحبك على فضله ونورت، والله يسلمك المغيرة، مشكورين على الاستضافة هذه الطيبة. الله يطول، وتشرف أنا بحضوري اليوم معكم. الله يطول عمرك. بداية قبل ما ندخل على أجواء القصيد، يعقوب أنتم من الشباب المهتمين في هذا التراث، تراث الآباء والأجداد، إن كان في المحامل الشرعية كنتم مشاركين. نعم. في 43 قدم وحصلتوا على المركز 13، هذا بحد ذاته ناموس المشاركة. نعم، المشاركة في هذه المسابقات طال عمرك بحد ذاتها ناموس مثل ما تشرفت، ومساهمتك في إحياء التراث، تراث الأجداد والأباء، هذه بنفسها فخر طال عمرك. نعم أكيد. شو يعني لكم مهرجان الظفرة البحري؟ مهرجان الظفرة طال عمرك كل سنة وسنة في تقدم وتطور، والسنة هذه مميز جدا الحمد لله. مهرجان الظفرة يجمع جميع المسابقات البحرية التراثية، بإمكان حتى المشاهد اللي ما شاف تراث الآباء والأجداد يوقف على السيف هني ويشوف المسابقات هذه. نعم، الله يعطيهم الصحة والعافية. الله يطول أعمار الشيوخ ويحفظهم. أكيد. وعلى رأسهم الشيخ حمدان الله يحفظه، الله اللي دائم مثل هذه المهرجانات في الظفرة. نعم. وأحب أشكرها من هذا المنبر. يستاهل أبو راشد. وأكيد عندك قصيدة في المهرجان وفي هذا الدعم. نعم، بعين الشاعر خلنا ناخذها. نعم، عندي قصيدة طال عمرك في أشكر فيها الشيخ حمدان، الله يطول عمره. آمين. أقول فيها: زاد راعي الزود بزيادي بالكرم هو سيد السادة، ولد زايد نسل الأيوادي زاهي الأريان في بلاده، ولد زايد نسل الأيوادي زاهي الأريان في بلاده، شوفته فرحات الأعيادي شيخنا حمدان وعواده، حاكم الظفرة بالبلادي عادل ما يبغي شهادة. يا سلام. حاكم الظفرة بالبلادي عادل ما يبغي شهادة، لاحقنها بخير وسعادي ومعمرنها بشهد وشياده، له تجل الشكر وتبادي مصيرنها من الحسن غادة. هذا الله. له تجل الشكر وتبادي مصيرنها من الحسن غادة، يعلي ود السحب لبعادي، رحمة الله في سمع باده تمطر ويجري بها الوادي، تسقي دار اليود ويواده، تسقي دار اليود ويواده. اللهم امين، الله يصح امين لسانك. امين. الله يسلمك. الله يسلمك. ومهما نقول في سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد نبقى مقصرين على هذا الدعم وهذه الفرحه اللي تغمر اراضي الظفره، وله غريبه عليه ولد زايد. نعم، الله يحفظه ويحفظ اخوانه. اللهم امين يا رب العالمين. وعلى راسهم الشيخ خليفه بن زايد الله يحفظه، والشيخ محمد، داعمين المهرجانات والمسابقات البحريه في مثل هذه المهرجانات والكرنفال البحري الرائع. نعم. ايضا مشاهدينا الكرام اللي ما تعرفون عن يعقوب، حصل ثلاث مرات على المركز الاول في سباق التفريس السنين اللي مضت. نعم صحيح. فهذا دليل على اهتمامهم بهذا الموروث، موروث الاباء والاجداد، وهو من ابناء المنطقه. يعني شاطئ، شو تشوف المهرجان اليوم بما انه على شاطئ المغيره؟ والله هذا الشاطئ الجديد يعني. الله يطول عمر الشيخ حمدان، يابلنا مثل هذا المهرجانات في مدينة المرفا. نعم. وفي شاطئ المغيرة، هذا يشكل فرحة لأهالي المرفا وهالي المنطقة، منطقة الظفرة، ويجمعون في مكان واحد الله يسلمك، ويتعرفون ويشوفون مثل هذه المسابقات البحرية. نعم، صار ملتقى سنوي. نعم. لمحبين التراث. نعم. والثقافة الإماراتية أكيد. شو بتسمعنا القصيدة الثانية؟ عندي قصيدة الله يسلمك في المحمل، في السواقات البحرية، كوني أنا مشارك في المسابقات البحرية. عندك تفاصيل التفاصيل. نعم، يعني مصطلحات بحرية يمكن اللي ما يعرف المحاول ما يعرفها. إن شاء الله نبي نتعلمها إن شاء الله. أقول فيها: مسقوب الحبال زرنة والفرمن قبه على العازي، ارقى يا معزب على الفنة واخطف بالمحمل اليازي.
كنخته بقياس ودنه والشراعي ناح وزوازي يوشه بدستوره بفنه كامل بانجاز وبرازي يوشه بدستوره بفنه كامل بانجاز وبرازي ليجعد في كانته زنه ينفض السكان هزازي وانقطع في الموي ما ينه جاعد على الكيف وموازي يا سلام ليجعد في كانته زنه ينفض السكان هزازي وانقطع في الموي ما ينه جاعد على الكيف وموازي فرض سبقه ما هو بسنه واجب بتوفيق وحرازي نوخذاه الصلب مزهنه من عدال السير حيازي يا عسى الناموس لاقنه بل وفا والسبق هو فازي بل وفا والسبق هو فازي الله 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 الله, الله يصح لسانك. طبعا ثقافة أهل البحر أو مفردات أهل البحر مفردات جدا جميلة يعني تطلع على أشياء أول مرة تسمعهن. أنا أبغيك تكتب لي القصيدة أبشر. كتابيا وأبغيك تحط لي كل كلمة بما معناها أبشر بعزك إن شاء الله. هذه نكسب ثقافة أمانة نعم. من أهالي البحر. أنا ريال بري لكن في البحر أكيد نرد ما عليك زود راعي البر هو راعي البحر طالع ما يحتاج نحن نعم. كلنا واحد وكلنا مكملين البعض أكيد نعم يحتاج أيضا طمعانين في قصيدة ثالثة أبشر بعزك. هذه طال عمرك قصيدة أبارك فيها للشيخ زايد بن حمدان على حصوله في أكثر من مسابقة بحرية في 4 مراكز الأولى وهذه صعب جدا تحصل يستاهل الشيخ زايد حمدان الله يطول عمره وفازن 4 محامل باسمه في 4 مراكز الأولى وأقول فيها طال عمرك أول 4 كلهم باسمه لي على الناموس معتادي زايد المبروك في قسمه له نجل الفخر ومبادي يوم هبت منه ونسمه وصاحب الخطوف المنادي روحا في عينه رسمه واعطنا مثل الذي رادي يا سلام روحا في عينه رسمه واعطنا مثل الذي رادي ورسما في زايد البسمه يا عسى الناموس ينعادي ما لغيره في السابق عسمه هذا يومه والاسم سادي بالمنصه وطبعا واسمه في 3 رموز وقادي الحشيم اول وله حشمه سابق السنيار متفادي وثاني يبراه بالحسمه ذاك زلزال البحر بادي يا سلام وثالث اللي داريه عسمه أطري الظفرة بالأيوادي والختام المسك في ختمه كاسب الرموز بعنادي يطلب الألقاب لي دسمه ما على نمران من زادي ما على نمران من زادي يستاهل يستاهل الله يصح لسانك أبو حمدان ماخذنها فعل يمينه في على خط النار الله يطول عمره ويحفظه يا رب العالمين يا رب أحد أبطال دولة الإمارات واحد أبطال التاريخ اللي سجل اسمه من ذهب الله يطول عمره ويحفظه ويعلي اللي مثله وايد يا رب العالمين امين الله يحفظه وطال عمرك هو ضاري عن نواميس اول واول من الاول والقلم يشهد مع لساني ضاري عن نواميس من قبل طال عمرك الله يطول عمرك الله من اللي صار نبغي غزل شو عندك من الغزل غزل طال عمرك عندي شيء بسيط فيها مصطلحات بحريه بعد اسلم اقول فيها يمها يجين اشعاري من ساكنات بحور يمها يجين اشعاري من ساكنات بحور حبكم جرابي ياري وسمرت به ميرور ما به ضفافة باري ولا به رواسي برور وغصت به حياري دانه ولولو حور أبرح وأنا نباري لوحي وأنا المسمور يا سلام أبرح وأنا نباري لوحي وأنا المسمور ضيعت به محتاري أعور جفاه النور وردني الأخطاري يلا عساه يبور وردني الأخطاري يلا عساه يبور اللهم أمين يا مرحبا ومسلا الله يبيض وجهك يا ابو وجهك حمد ابيض وجهك ابيض على حضورك وعلى تلبيتك الدعوه طال عمرك يا ابو حمد وهذا شرف لي طال عمرك انا اللي اتشرف بامانه اشخاص من مثلكم شباب مهتمين في موروث الاباء والاجداد اضافه في برنامج مجلس المغيره صراحه الله يسلمك الله يطول اشكركم عمرك. واشكر قناه بينونه على الاستضافه واشكر من هذا المنبر المنظمين والقائمين على هذا المهرجان واشكر نادي ابو ظبي الرياضي لترتيب هذه السباقات البحريه بأجمل ما يكون يعني يستاهلون ونقول لك يعلى ناموس دايم أمين ويعلى فرحة دايمة على منطقة الظفرة يا رب العالمين تستحق خير أمين يا رب أمين يا رب العالمين شكرا لك يا أبو حمد العفو طبعا مشاهدينا الكرام هذا كان لقائنا مع الشاعر يعقوب أبو حمد من مهرجان الظفرة التراثي الثقافي اللي كرنفال سنوي يقام هنا في مدينة المرفأ وبالتحديد على شاطئ المغيرة لأول مرة كان على شاطئ المرفأ اليوم على شاطئ المغيرة هذا الشاطئ الجديد الجميل اللي يلم كل مفردات التراث والثقافة على تحت سقف واحد
خلوكم معنا إن شاء الله لقطات عامة وبنرجع. في عندنا ضيف مخرجنا، وصل الضيف الثالث. نعم لقطات عامة إن شاء الله وبنرجع مع ضيفنا الثالث، خلوكم معنا. Thank you.
متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا لمهرجان الظفرة البحري، وما زلنا متواصلين أيضا مع ضيوفنا الكرام اللي شرفونا في مجلس المغيرة، برنامجكم اللي يأتيكم مباشرة من أرض المهرجان. أرحب بثالث ضيوفنا اليوم، أكيد النوخذة ومن بيت النوخذة، يوسف أحمد طالب العلي. مرحبا ومسهلا. الله يرحمك على فضله. يا مرحبا بك. يا مرحبا بك ومسهلا. بداية أرحب بك في برنامج مجلس المغيرة، ونقول بيض الله ويوكم على كل ما تقدمونه من خلال مجلس النوخذة اللي متواجد هذا الجناح المميز. الله يطول، وأنا كذلك أشكركم جزاكم الله خير على الاستضافة هذه، وهذا واجبنا ونحن حاضرين ومستعدين في أي وقت. يعني كفو كفو، يعلكم في الوجود إن شاء الله. أنتم طبعا من تنقلون لنا هذا الإرث الإماراتي الجميل اللي ناخذ كل حذافيره من عندكم أنتم. طال عمرك، إذا كانت هناك كلمة شكر في البداية لازم نشكر صاحب الأيادي البيضاء اللي ذي هو له الباع الطويل فيها، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد. حمدان بن زايد الله يطول بعمره، على الدعم اللامحدود جميع الأنشطة، وخاصة في منطقة الظفرة يعني، وخاصة في المرفأ، منطقة المرفأ هذه. لا شك أن هذا يعني المهرجان، هذا المهرجان البحري التراثي اللي يقيم في هذا المكان أو في منطقة المغيرة هذه، والله لا شك أنه شيء يشرف، لأن فعلا أولا من حيث المكان، السنة عادة السنة هذه عادة غير. نعم، وأيضا ما شاء الله البرامج الأنشطة الموجودة فيها، أنشطة بحرية، أنشطة برية، في فعاليات تراثية، في يعني شيء يخص الأطفال من جميع النواحي يعني. تقريبا 44 فعالية. فعاليات، نعم نعم، وهذا ندل على شيء، إنما يدل على أن هناك الحمد لله قيادة رشيدة وودودة، ودائما تبغى تسعد هذا الشعب يعني من خلال هذه المهرجانات والبرامج الموجودة. نعم نعم. نوخذانا، لو تخبرنا عن أهم الأشياء اللي تعرضونها في مجلس النوخذة. طال عمرك، نحن هنا وجودنا يعني أولاً أنه يشرفنا أن نكون يعني دائماً في مشاركين في هذه المهرجانات، خاصة مهرجان يعني الظفرة هذا اللي نعرضه. طبعاً نعرض تراث الماضي، لأن المهرجان هذا فعلاً له خصوصية، يدمج الماضي مع الحاضر. لأن نحن في الماضي تشوف الأدوات اللي كنا نعيش عليها، اللي عاشوا عليها أبانا وأجدادنا، من الغوص، من سمج، من هاي كانت مكدتهم من هذه الأشياء هذه. ولكن ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وقيادتنا الرشيدة ما قصروا يعني، وصلنا الحين إلى أسعد شعب، وريحونا من هذه الأتعاب اللي كنا نتعب فيها. أول الذي الغيص يوم يهد من المحمل، من 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 المحمل ويغوص كالقوع، يعني اللي يعني يرد حي ولا ميت ما حد يدري عنه. نعم. هذه كانت حياة الأول، حياة صعبة. الحمد لله الحين كل سبل الراحة، كل سبلها موجودين الحمد لله، يعني ما نشكي من أي شيء ولا ينقصنا أي شيء. نعم، عسى الله يطول أعمار شيوخنا ويبارك فيهم إن شاء الله، ويحفظ دولة الإمارات إن شاء الله من كل مكروه. اللهم آمين. في مجلس النوخذة نشوف المعدات التراثية، مثل هذا شيء يسمونه طال عمرك، هذا الدين، الدين هذا الدين اللي يلقطون فيه، هذا اللي هذا الدين، هذا اللي يعني يلقط المحار الغيص فيه، يحطه فيها، هذا في رقبته، في رقبته. نعم، في رقبته. نعم. بيكون هذا، لان تشوف دائما ثلاث اشياء، ثلاث ادوات هي رئيسيه للغيص، اللي هي الدين. نعم. مع حبل اليد والفطام. اي نعم. والحير. شو اسمه؟ حير. حير حير حق شو هذا؟ هذا حير، حير طال عمرك اللي يستخدم الغيص يوم بينزل القوع، القوع بيهد من المحمل. اي نعم. بيصك القوع، لان اول ماشي سلندرات، ماشي بيش يعني حيره 16 باع يعني 32 متر، وش اللي يودي القوع؟ يودي بهذا الحصاه. ما شاء الله. هالحير هذا، هذا اللي يودي القوع. اذا صك القوع هذه بيكون الحصاه تركها وسحب السيف، بقى مع شو؟ بقى مع هذا الدين، وبقى مع هذا الفطام، الفطام اللي نعم. حط على خشمه اللي يسكر نعم. على النصخ، فيوم يخلص من 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 جمع المحار. نعم. سوى العلامه هاي النبره، يسمونها النبره هاي، فينتبه السيب ان الغيص يبغى ينبر، فيقوم يسحب السيب، يسحب غيصه. نعم.
بسرعة وبطريقة سليمة إنه يكون الغيث نايم كذي ها على أيامنا، وهذا الدين قابضنا فوق كذي ويطلع سلس. أم بقم قال اذكر الله، قال لا إله إلا الله، لأن رد من الحياة عبارة يعني هو حين نعم حياته موته بين هذا الحبل هذا، شوف هذا 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 والسيب اللي فوق لا نعم. إله هذا يعيش الأول. شو مشاهدينا الكرام نعم. مثل ما تسمعون هذا الكلام يطلع يروح الغوص رزقه رزقه ورزق عياله ورزق ربعه من وراء هذا الدين والحبل والفطام. فاللهم لك الحمد على نعمة دولة الإمارات وعلى نعمة شيوخنا اللي اليوم اللهم لك الحمد مساكن مستشفيات كل شيء موفرين لنا إياه اللهم لك الحمد بفضل من الله وفضل شيوخنا اللي يطلبونه منا الدعاء لهم أكثر من الدعاء لهم. الله يرحم زايد ويطول عمار عياله يا رب العالمين وشيوخنا ويمدهم بالصحة والعافية ويجعل الإمارات في أمن وأمان في ظل هذه القيادة الرشيدة. أيضا هذا أظني هذه بوصلة، هاي طال عمرك الديرة نسميها أيوة. ديرة ويسمونها ديرة. بوصلة بالبنى. نعم هذه الديرة طال عمرك هي عبارة تعتبر مثل ما تقول الدليل الصح اللي تدل المحامل او مثلا واحد سواء كان سفار سواء كان سماش سواء كان غواص اذا ما عنده هذه الديره ما بيوصل الى الهدف الى المكان اللي يباه. ولكن احنا نبغى نوصل معلومه للمستمعين والاخوه المستمعين وهذا ان هي الديره لها مسميات ولها نجومها لها مسميات نجومها بعد هي هي نحن حفظنا نحن هذا كان يعني مثل ما تقول حفظون حفظونا اياها ابانا واجدادنا ومارسناها يعني ما يعني. فالديره هاي تنقسم الى اربع اقسام ثابته مثل عندك المطلع والمغيب والياه والقطب هاي ثابتات يعني شرق وغرب شمال وجنوب هاي ثابت لكن بينهن نيوم. فاذا القطب هاي الياه شو قطب شوف يا فرقد نعش ناقع عيوق واقع سماك سري ومغيب جوزه تير اكليل عقرب حمارين سهيل سلبار القطب هاي مسميات النيوم اللي المغايب ومن مطالع هذا من من الشمال الى الغرب الى نعم. الجنوب اي نعم هذه هذه نعم هذه طال عمرك اذا كان هذه ما حافظ النيوم هذه ها يوم ناخذ يقول لي جر على مجرى نجم الفلاني مثلا يبغى بقول لك بلمه يقول لي يبغى يصير بنعير ويقول نعم. فلا بد ان يكون عارف المجرى شو هذا المجرى وين يوديه. فسبحان الله ايضا في اثناء مسيره وهو ساير على المجرى ساير صادف شيء قدامه يزيره فشت قصار مثلا مركب جاي شيء قال له انزل خن احنا نقول في الشرع في الشرع يعني دوما وقبل لكن دوما دوما وقبل دوما يعني لين على دائما هو يخلي دوما يطوف من سافل اما اذا يقول له اطلع من عالي يقبل عليه يعني زر يوش عشان يطلع. فايضا هذه النيوم هذه العلامات اللي موجوده المسلسات هاي لها مسميات فهذه نحن حفظناها يقول لك انزل خن عشان يطوف عن الخطر هذا عن الخطر وبعدين عقب ما فول عن الخطر قال رد في مجراه يعني رد على مجراك الاولي. هذه التعليمات اللي تجي من النواقذه للسكوني اللي هو ماسك السكان يعني نعم هذه الديره اللي كانت هي اسمها الديره هي الديره نعم نشوفها تفضل ها هاي الديره وشوفها في اربع جهات اللي قد كتبت ما شاء الله تبارك هي. الله جهات وفي خط هناك شوف الخط هذه تحط ينسند على ساطور المحمل نعم. في خط شوف الخط الاسود في علامه هذا مره يكون متجه على ساطور المحمل اللي هذا هو ايوه مره يكون ما لا حتى واحد من اللي ما يزر عنه لان اذا ميله يمين ولا يسار المحمل ما ياخذ عنه ياخذ في المجرى ياخذ في المجرى هي ياخذ في المجرى هي نعم سبحان الله هذه يبغي لها كاميرا خاصة نيون ويكون فيها شرح إن شاء الله بتشوفونه من خلال عمرها طال عمرك هاي كم تعطيها من العمر الحين هذه أنا أتوقع 100 سنة 150 الحين كملت 150 نعم 150 سنة هذه من الأب والجد هاي متخلفة علينا وإحنا من محتفظين بها والله مثل هذه الأشياء الثمينة عطوني في أحد المهرجانات يعني فيه 500,000 درهم قلت اللي بيع تراثة ما يمثل تراث قلت بيض الله وجهك مدها يعني والله صاحيه يعني صح صراحه يعني اللي بيع تراثه ما يستاهل انه ما يستاهل مثل تراث دول بيض الله وجهك والله يعطيكم الصحه والعافيه نعم. وانتم قدوتنا نحن ونحن نتعلم منكم الكثير
يعني ربي يرحم زايد ويرحم شيباننا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ويطول عماركم ويمدكم بالصحة والعافية. آمين. ونحن حاضرين ومستعدين نقدم اللي نستطيع عليه ونقدر عليه مدام النصح موجود هذا طال عمرك. كفو كفو يعلكم في الوجود الله يعزكم ويطول عمرك. نحن نشكرك نوخذانا و يعني مجلس النوخذة أنا من خلال برنامج مجلس مغيرة أقول حياكم الله، زوروا مجلس النوخذة عندهم أشياء جدا مميزة، أي شيء تبون تفاصيله عن البحر بتلقونه عند شيباننا الله يحفظهم ويطول عمارهم يا رب العالمين. أشكر النوخذة يوسف أحمد طالب العلي على ثرانا بهالمعلومات الطيبة، وإن شاء الله أنها بتكون حلقات خاصة لنا. إن شاء الله حاضرين، ونشكركم كذلك على الاستضافة مرة ثانية، ونحن حاضرين وفي الخدمة إن شاء الله. يعلكم في الوجود إن شاء الله، والله يمدكم بالصحة والعافية. آمين يا رب العالمين. طبعاً مشاهدينا الكرام الأجواء زاد الهوى شوي، نحن بنختم معاكم حلقتنا اليوم، غداً إن شاء الله بيكون عندنا حفل التكريم، إن شاء الله أننا بنوافيكم أول بأول وعبر الهواء مباشرة. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، شكرا لمصوريننا على الجهود يبذلونها في هذا الهواء، الهواء شد شوي لكن ما زالوا صامدين علشان ينقلونكم كل هذه الأجواء من مهرجان الظفرة البحري. تقبلوا تحياتي ونلقاكم إن شاء الله قدم وفي أمان الله.